وصلنا وياكم مشاهدينا الأحبة إلى فقراتنا التالية من جولتنا الصباحية من برنامج صباح الديار لهذا اليوم اللي هي فقرة سوشيال ميديا. في هذه الفقرة نتناول بها آخر الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وأكثر المواقع المستخدمة من قبل الناس على الإنترنت. وخبرنا الأول يخص موقع تويتر. خبر مثير أو تغريدة مثيرة على موقع تويتر تثير الدهشة لدى الأوساط الرياضية ومحبي اللاعب الأرجنتيني المشهور ونجم برشلونة ليونيل ميسي. اعتقلت السلطات الأرجنتينية شقيق ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عام بعد ما وجدوا على قاربه الشخصي في أحد الموانئ لرسي هذه السفن بأنه شقيق ليونيل ميسي وجدوا على قاربه الشخصي وآثار دماء ملطخة على السفينة. وبعد ما اعتقلوا وجدوا سلاحه الشخصي كان ملطخ بالدماء أيضا. وصرح هذا الشخص اللي هو شقيق هذا اللاعب بأنه هو تعرض إلى حادث معين على متن هذه السفينة الشخصية له، وهذا الحادث أدى إلى جروح في الجسم، وهذه الدماء هي أثار الجروح السابقة اللي موجودة في الجسم. لكن بعد ما وجدوا أثار دماء موجودة في سلاحه ومسدسه الشخصي، أثار الدهشة هذا الخبر لدى السلطات الأرجنتينية وبينوا بأنه هو متهم في جريمة معينة، لكن لحد الآن لم يعرفوا هذه الجريمة، وفي انتظار التحقيقات لمكاتب الجنائية اللي موجودة في الأرجنتين، مما أدى إلى خبر معين من ليونيل ميسي على اعتبار بأنه المتهم هو أخوه. أصرح من خلال موقع تويتر أيضا بأنه أخي بريء ولم يتم مسكه في متهم كمتهم معين في جريمة معينة، ولا بد أن يتم للعدالة أن تأخذ مجرى من أجل إثبات براءة شقيقه. وخبرنا الآخر بالسوشيال ميديا هو عن موقع يوتيوب. كلنا نعرف ونستذكر وسامعين أغنية مال الزين مكشر للفنانة رجاء بالمير بالمشاركة مع أخوها عمر. طبعا بعد ما وصلت مشاهدات هذه الأغنية إلى 74 مليون مشاهدة بسبب ما حبوها الجمهور لهذه الأغنية، لكن مؤخرا الكل حس وشاف انه اختفى هذا الفيديو. يا ترى شنو السبب؟ ما حد ما عرف هذا السبب بعد ما صرحت عنه الفنانة رجاء بانه تعرضت لاحتيال من قبل مدير شركة جديد اف ام، وقررت ايضا برفع دعوى قضائية عليها بامريكا لانه متواجد في امريكا ومستقر بها. طبعا ما ايسوا لا رجاء ولا عمر وتم نشر هذا الفيديو بعد ما حذف مدير شركة جديد اف ام على قناته. تم نشر هذا الفيديو او هاي الاغنية مال الزين مكشر على قناتهم الرسمية الخاصة بهم على اليوتيوب، ولكن لحد الان وصلت المشاهدات فقط 50 ألف مشاهدة.